بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده احنا في المعرض الدائم للزهور في مشتل الخليج، معانا الباشمهندس محمد عبد الحميد، هيبدأ يكلمنا على فاكهة الباشن فروت. اتفضل يا باشمهندس. باشن فروت هي من الفاكهة الاستوائية، بتطرح في شهر 7 تمام، وحاليا بدأ تظهيرها وموسم التلقيح بتاعها هنا زي ما حضرتك شايف. هنبدأ بقى ايه نلقحها، وفي حشرات برضو بتلقحها، بس احنا ايه بنلقحها يدويا كده تمام. دي بنبدأ تلقيحها زي ما انت شايف كده، عشان برضو الناس اللي معاها وعايزة تشوف طريقة التلقيح وكده. يعني بنجيب اللي هو العضو الذكري، هنا بيبقى من تحت، هنا بيبقوا 5 كده تمام، والعضو الانثوي هنا بيبقوا 3 فوق تمام. بنجيب زي كده العضو الذكري زي كده، بنقعد نلقح فيهم كده تمام. بعد كده بنغير بقى، ما كده هم 5 حتت اهم، وده هو البتاع الاصفر ده تمام، بيجي مثلا على الجزء الانثوي هنا تمام زي ما حضرتك شايف كده. ايوه تمام. طب احنا كنا عايزين هندسه نسالك، الباشن فروت دي هم بيسموها ام الفواكه، ام وفي الفواكه ناس كتير ما تعرفهاش في مصر، بالظبط هي بتدينا كميه قد ايه، والوقت يعني المناخ المناسب ليها، المناخ بتاع مصر المناسب ليها؟ هو المناخ المناسب، مناخ مصر المناسب ليها عامه، يعني بتنفع وتتزرع في الاسماعيليه قبل كده، كتير ناس كتير زرعها في الاسماعيليه وفي القاهره والكلام ده كله. هو عامه بيكون عايز ضله شويه كده، مش الشمس يعني الشديده، بقى عاوز بالظبط شمس مغربله شويه. بالظبط كده تمام. والمناخ والكلام ده يتزرع في مصر وما يتزرعش في مصر؟ لا، في حاجات يعني زي البن بيتزرع في مصر، فتغيير المناخ ده حصل فيه زراعات كتير بتنفع في تتزرع فيها في مصر، التهجين والحاجات بالظبط دي كده تمام. زي الافوكات. طب هي يا فندم دي ممكن تديناها يا باشمهندس، ممكن تدينا كميه قد ايه، كحد ادنى وكحد او كحد اقصى مصر؟ حد ادنى 3 4، ثلاث اربع حد حبايات حد تمام اقصى 20 كيلو تمام. ماشي هندسه، ماشي. هي بس عاوزين نعرف بتحتاج بتتروي كل قد ايه؟ كل يوم كل يوم كل يوم في الصيف. في الصيف؟ طب في الخريف او الشتاء؟ في الشتاء كل يومين كل يومين كل يومين تمام ماشي. هي على طول مستديمة الخضره صح هندسه؟ على طول. طب شكرا.